في الساعه الاولى من صباح هذا اليوم السبت 13 من مارس خرج مناضلو ومناضلات الحركه الوطنيه للانقاذ والاحزاب السياسيه المتحالفه بالاغلبيه الرئاسيه وفي مقدمتهم المكاتب المسانده للحركه الوطنيه للانقاذ رافعين شعارات ولافتات تعبر عن التضامن والوقوف خلف الرئيس المؤسس للحركه الوطنيه المشير إدريس ديبي إتنو وذلك في إطار فعاليات الحملة الانتخابية لرئاسيات 11 من أبريل القادم وإن هذا اللقاء الجماهيري الحاشد الذي احتضنه ملأب إدريس محمد أويا بحضور الرئيس المؤسس للحزب المشير إدريس ديبي إتنو وحرمه سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو يعد الانطلاقة الرسمية لأنشطة مرشح التوافق في السباق إلى الرئاسيات حيث ابتدأت المناسبة بكلمة رئيس اللجنة المنظمة لهذا اللقاء الجماهيري حسن سيلا بكري الذي أكد جاهزية المناضلين والمنادلات لا سيما الشباب من أجل التعبئة والتوئية اللازمة لتوصيل الرسالة والبرامج السياسية للحزب وتلته كلمة المدير الوطني لحملة مرشح التوافق محمد زين بدا الذي شكر مناضلي الحركة الوطنية والأحزاب السياسية المتحالفة على جهودهم الجبارة التي ستسهم بلا شك في تحقيق النجاحات الباهرة مؤكدا هو الآخر بأن هذا الحشد الجماهيري الكبير يضمن الفوز في الدور الأول من جهته المشير إدريس ديبي إتنو مرشح التوافق أثنى على جهود الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية للمجتمع وأن الحزب يعتمد عليهم في تحقيق المسيرة التنموية بالبلاد مضيفا في الوقت نفسه بأنه قد وضع في برنامجه السياسي توفير المياه الصالحة للشرب وتحسين نوعية التعليم مع الإصلاح الشامل لقطاع التربية والتعليم إلى جانب تعزيز قطاع الصحة العامة من أجل تقديم خدمات صحية مثالية للمواطنين وكذا تحسين الخدمات الجامعية والمواصلة في توظيف الشباب حملة الشهادات مع النزاهة والشفافية في اختيار ملفاتهم حسب الأقسام الوزارية والقطاعات ذات الأولوية والمساواة بين الجنسين أيضا من صميم اهتماماته فضلا عن التنمية الشاملة في شتى المجالات ونشير بأن مرشح التوافق سيقوم بجولات ميدانية على مستوى الولايات والمدن الكبرى بالبلاد لتنظيم لقاءات جماهيرية مماثلة خلال فترة الحملة الانتخابية التي تستمر لمدة شهر عقب الإعلان عن إطلاق الحملات الداعية لمرشحي الانتخابات الرئاسية في البلاد من قبل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تأتي مناسبة إطلاق حملتها رسميا كمرشحة لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية عن حزبها الحزب الديمقراطي من أجل الاستقلال والتكامل عديد الكلمات القيادة على منصة الاحتفال الرسمي لهذه المناسبة إلا أن في كلمة مدير حملة المرشحة عن الحزب الديمقراطي من أجل الاستقلال لتبيا سمدة أوكل سو بارتلمي كوماندي فقد رحب بجميع الحضور وقال بأن مرشحة الحزب جديرة بالفوز في الانتخابات القادمة كونها المرأة الوحيدة ضمن قائمة المرشحين في الانتخابات الرئاسية معددا في الوقت ذاته إنجازات عملها في المعترك السياسي والنضالي توكولسو كشف أيضا بأن الحملة التي تقودها المرشحة ستشمل الولايات الوطنية المختلفة وافتتاح مكاتب للمساندة وتوعية الأهالي بمدى حق الاقتراع في بلد يتمتع بالديمقراطية والكل يتطلع إلى انتخابات حرة ونزيهة على حد وصفه من جانبها ليتبيا سمدا رئيسة الحزب من أجل الديمقراطية والاستقلال والتكامل المرشحة لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية أحد أحزاب المعارضة فقد أبدت عن ارتياحها الكبير للمشاركة الواسعة لأعضاء حزبها والمناضلين والمناضلات في حفل إطلاق حملتها الداعية الأولى وأوضحت ليتبيا سمدا كونها المرشحة الوحيدة ضمن قائمة المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية بأنها تتطلع إلى بناء شات القد في حال فوزها بمنصب رئيس الجمهورية بالتركيز على بناء جيل مسلح بالعلم والمعرفة الحديث عن حق المساواة ومشاركة المرأة الجارية في التنمية المستدامة لم يقب عن كلمة ليتبيا سمدا عشان أوين ده ومن بس قدرة أنا
انا تشاد من هنا لقدام بناتنا يعرفوا كدار ومن كل يقدر يسي كانديداتور انا بريزيدنسيال. مرشحة الحزب من اجل الديمقراطية والاستقلال والتكامل ليدي باسمدة احد احزاب المعارضة تحدثت ايضا عن اقامة نظام فيدرالي كاساس في الحكم مع الحفاظ على الوحدة الوطنية في حال فوزها في الانتخابات الرئاسية القادمة. فيدراليست دا ما ديفيزيون فيدراليست دا ميشيل ايتازوني دول نيجيريا دول سويس دول المان دول دا وان ايتا فيدرال انينا تشاد كلو نقدروا نالغو فيدراسيون في تشاد عشان تشاد دا يمشي قدام ودا بس موتيفاسيون اغينا المشينا فوغا الكسيون. هذا هو للتذكير لانه من المقرر ان تشمل الحملة الانتخابية لمرشحة الحزب من اجل الديمقراطية والاستقلال والتكامل ليدي باسمدة كافة الولايات الوطنية في قادم الايام.